مدى حقيقة الكلام اللي بيتردد إنه مرتضى منصور هينزل الانتخابات القادمة للزمالك؟ على الورق حتى الآن ليس هناك موانع، يعني على الورق لسه النيابة ما قالت لي كلمتها، لسه ما فيش إدانات، ما زالت القضية بتاعت اللجنة الأولمبية فيها لسه 16-8 كلام، حاجات كتيرة جدا على الورق. ولكن برا الورق بما هو ليس متاح من الكلام، لا أعتقد أنه سيكون في المشهد مرة أخرى. تمام، شكرا يا أستاذ ناصر. في سؤال تاني برضو الأستاذ محمد عرفات بيقول لك، هل سنتور ما اتفضل عم رافض هو بس قبل السؤال خلي بالك هشام بيه لحسن يعني اقول لك شلة الغردقة وكلام من دول هجيب لك فيديو بس يكون كل حاجة نلبس تاني. لا لا هو عم رافض ميدو خلاص اتجه للإعلام لسنوات قادمة وهو لقي نفسه في المجال.